من نيويورك. نظم ناشطون وحقوقيون في كندا 3 وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المواطن الكندي من أصول مصرية ياسر أحمد الباز والمعتقل في مصر منذ أكثر من عام وأربعة أشهر بدون محاكمة. وخلال الوقفات الاحتجاجية 3 في مدينة تورنتو وبعض المدن الأخرى في كندا، رفع المتظاهرون لافتات تهدد باستمرار احتجازه بتهم وصفوها بالسياسية الملفقة. وقالت أسرة الباز إنها علمت أن ياسر قد تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وظهرت عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، مطالبة رئيس الوزراء جاستن ترودو بالتحرك الفوري لإعادته إلى منزله في كندا خوفا على حياته. يذكر أن السلطات المصرية اعتقلت ياسر الباز في فبراير 2019 بعد توقيفه في مطار القاهرة، فيما كان يستعد للعودة إلى كندا بعد رحلة عمل قام بها إلى مصر، وتم اقتياده إلى سجن طرى من دون محاكمة. قالت لجنة بالاتحاد البرلماني الدولي إنها تتابع قضية اختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار، وإن متابعتها لهذه القضية تشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصيره. وأعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي قبول بلاغ قدمته مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء مصطفى النجار منذ 27 من سبتمبر 2018 في أثناء وجوده في محافظة أسوان بصعيد مصر. وحسب بيان أصدرته مؤسسة بلادي، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري مطالبة إياه بالكشف عن مصير مصطفى النجار وشرح ظروف اختفائه من دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه. وأشارت اللجنة الحقوقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني المغيب بحسب بيان مؤسسة بلادي. وعبر سكايب من واشنطن ينضم إلينا سيد مصعب بلشي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية. وأحييك سيد مصعب، ودعنا ابتداء نضع المشاهد في آخر المستجدات الخاصة بقضية اختفاء مصطفى النجار، بما أنكم تتابعون هذا الملف بدقة. يعني تحياتي لك سيدي الكريم وتحياتي لمشاهديك الكرام. بالحقيقة هناك الكثير من الغموض حول مصير السيد مصطفى النجار حتى وقته منذ اختفائه في سبتمبر عام 2018 دون وجود أي معلومات مؤكدة حول مصيره، بسل امتناع السلطات المصرية عن تقديم أي معلومات بخصوص ذلك، إلا أن هناك الكثير من الدلائل تشير إلى أن الدولة المصرية هي التي تقف خلف 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 اختفائه، حيث وصلت للسيد النجار مجموعة من التهديدات قبل اختفائه تتعلق بنشاطه السياسي، مما دفعه بالحقيقة إلى تغيير مكان إقامته. وسبق ذلك أيضا قرار صادر من المحاكم المصرية بحق السيد مصطفى النجار بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بمقدار مليون جنيه بسبب خطاب ألقاه داخل قبة البرلمان بصفته كبرلماني ينتقد فيه إجراء محاكمات رجالات النظام المصري السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين المصريين. وقد تبع اختفاء السيد النجار بالحقيقة إصدار صحيفة الدستور التابعة للنظام المصري خبر يشير فيه إلى أن وحدة تنفيذ الأحكام التابعة لمديرية أمن القاهرة قامت باعتقال النجار تنفيذا للقرار الصادر بحقه بتهمة إهانة القضاء. توجه أهالي سيد النجار وهيئة الدفاع عنه إلى السلطات المصرية مطالبينهم بالكشف عن مصير النجار، إلا أن السلطات المصرية تجاهلت هذه المطالب وأعلنت السيد النجار هاربا من العداد. طيب يعني النقطة الخاصة بي أنتم، ماذا تقومون به داخل مؤسسة بلادي لإيصال قضية مصطفى النجار واختفائه بهذا الشكل منذ ما يقرب من عامين؟ الحقيقة مؤسسة بلادي تعمل على إيصال قضية النجار إلى المنابر الدولية، وهذا ما أثمر وجهودنا أثمرت الحقيقة بقبول الاتحاد البرلماني الدولي للشكوى التي قدمناها بالنيابة عن السيد النجار، وقد قاموا بإرسال بيان رسمي
إلى رئاسة مجلس النواب المصري يطالبونهم بالكشف عن مصير النجار، بالإضافة إلى تقديم ملاحظات عن اختفائه، ولكن رئاسة البرلمان حتى الآن لم تستجب إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، جهودنا أثمرت بأن يقوم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إصدار بيان يطالب فيه السلطات المصرية بالكشف عن النائب الزميل له في مصر. كما أصدرت هيومن رايتس واتش بيانا تطالب فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير النجار وتحملها بشكل كامل مسؤولية اختفائه. تعتقد أن هذه الجهود وأنتم وصلتم لي الكونغرس الأمريكي أو حتى اللجنة في الاتحاد البرلماني الدولي ستسفر عن إيضاح حقيقة اختفاء مصطفى النجار أم لا؟ نتمنى ذلك، نعمل نقوم بكل ما يمكن القيام به للكشف عن مصير السيد النجار. أما بالنسبة لالتزام الدولة المصرية، فالدولة المصرية ملتزمة في الحقيقة بالرد على الكتاب الموجه لها من قبل الاتحاد البرلماني الدولي، كونها عضو مشترك بهذا البرلمان. وفي حال عدم الاستجابة للبيان، سيقوم الاتحاد بإرسال لجان دولية للاجتماع مع البرلمان المصري والحكومة المصرية لحين الكشف عن مصيره. لكن في النهاية يستطيع النظام في مصر ككثير من القضايا المشابهة بألا يتعاون يعني. يستطيع، ولكن قبول القضية من قبل الاتحاد من اتحاد البرلمان الدولي يعني التزامه بالعمل عليها حتى البت بها، وبالتالي في حال اعتقال السيد النجار، في حال وجوده داخل مراكز الاعتقال، سيستمر الاتحاد بالعمل على الموضوع لحين الإفراج عنه. أما في حال مقتله كما تشير بعض الإشاعات حتى الآن، فإن الاتحاد سيلزم الحكومة المصرية بتقديم تعويضات على مقتله. تعتقد أن خلال الفترة القادمة، أنا الحقيقة مش عايز أسألك السؤال الصعب اللي هو أنتم تميلون لفكرة أن الرجل محبوس قسريا لدى السلطات المصرية أو لا قدر الله كمان تذكرت حتى يعني شبهات بمقتله، يعني إلى أي شيء تميلون في هذا السياق؟ حتى الآن لا نميل إلى أي شيء. بالحقيقة هو حتى الآن هو شخص مختفي. هناك بعض المعلومات غير المؤكدة والغير موثوقة التي صدرت عن أشخاص غير موثوقين تقول أن السيد مصطفى النجار قتل أثناء عبوره إلى السودان، ولكن هذه المعلومات حتى الآن غير مؤكدة، وفي حال حصولها بالحقيقة فإن على الدولة المصرية تأكيد ذلك وتبني الموضوع. السيد مصعب بلشي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية، كنت معي عبر سكايب من واشنطن، أشكرك.